السلام عليكم شباب، معكم وليد، رجعتكم في فيديو جديد. وان شاء الله في هذا الفيديو شباب رجعتكم في فيديو جديد من لعبة تحدي 12 قفل. ان شاء الله اليوم راح نلعب مرحلة الغابة شباب. ويلا قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وكتابة التعليق طبعا. ويلا نبدأ. طبعا هاي مرحلة الغابة شباب، وهي المرحلة الأخيرة في هذا الجزء. يلا نبدأ. طبعا هنا القصة هكذا، ها هي الأقفال شباب، شوف 12 قفل تشوفون. المهم راح نبدأ نفتح. ماذا يوجد هنا؟ لا شيء. في المحفظة مطرقة وكبريت. نايس. الكبريت نحطه هنا في الحطب. لا، هو كود شباب في القارب. وهذا العصفور ناخذه، اخذناه. المهم هذا الكود شباب 5269 5269. نايس، فتحناه. هذا ايضا اكواز الصنوبر في الشجره، اخذنا واحد لا ادري ماذا نفعل به. وهذه ايه، هذه سهلة شباب اعرفها، لازم ترتب، لازم ترتبها بالشكل الصحيح هكذا اتوقع. هكذا شباب رتبناها، اعطتنا مفتاح وردي. ايه ها هو عش في الشجرة، هذا نحط فيه العصفور. حططناه لكن لم يحدث اي شيء. وما هذه؟ والله لا ادري. وهنا مفتاح تشوفون، نضغط بسرعة. نايس اخذناه. ها هو عصفور تاني، نروح نحطه في العش ايضا. حطيناه. وما هذا الغصن؟ اخذناه الغصن، لا ادري ماذا نفعل به. ما هذه اللي تطلع من الأرض؟ نضربها بالمطرقة. خذ، لم يحدث شيء. إيه عرفت، أظن أننا لازم نضربها بسرعة شباب قبل لا تختفي. لازم في ثلاثة بسرعة. شوف لما تطلع هكذا تضربها. شوفوا يلا اضرب هكذا. ضربناه، طلعنا مفتاح بني. يلا نروح نفتح لكي لا تكتر عندنا المفاتيح. يلا افتح هكذا. ها هو عصفور فوق الخيمة شباب، نروح نحطه في العش. اعطانا مفتاح ازرق. نايس فتحناه. الان اصبرت يا شباب، هنا تشوفون شباب ا سي ا، وهنا في هذه المعلقة في الشجرة موجودة ها الحروف من ال اف ا، معناها موجودة نقطة حمراء في اثنان، والسي موجودة نقطة حمراء في الاربعة، والأ موجودة نقطة في واحد، معناها شباب اثنان اربعة واحد. يلا نجرب اثنان اربعة واحد، اثنان اربعة واحد. نايس فتحناها شباب. والله المخ شباب لازم تشغل عقلك. وهنا ماذا نفعل بها؟ كيف هكذا؟ والله بالصدفة شباب، لا ادري كيف حليتها، اتوقع على حسب النقاط اللي فيها شباب.
النقاط اللي فيها لازم تضغط عليها، مثلا هذه فيها 5 تضغط عليها 5 مرات، اتوقع زي كده. وماذا يحدث هذا؟ وش يسوي؟ ايوا ما هذا مفتاح، لازم بسرعة شباب تضغط وتروح تحصل على المفتاح قبل لا يغلق. المهم، وما هذا تاع النحل؟ ماذا نفعل به؟ نحط فيه الغصن كبريت اتوقع. لا صنوبر طبعا، ايه صنوبر نايس، تيرين عليه الصنوبر. المهم يلا نفتح هكذا، تبقى لنا 3 اقفال شباب. ما هذا؟ يلا نجرب هذا هكذا، يا فتحناه بالصدفة، والله بالصدفة شباب، والله لا أعلم كيف فتحته. المهم تبقت لنا قفلين شباب، يلا نبحث مع بعض. تبقى لنا الكبريت، ايه هاي هي خشبة نحطها هنا في النار، بعدها نشعل الكبريت. ايه هذا وين جتني الفكرة شباب؟ حصلنا على مفتاح اسود هكذا، تبقى لنا هذا فقط، لا ادري ماذا يفعل. اصبروا نروح بلك يكون تلميح هنا شباب. ايه ها هو في الشجرة شباب، تشوفون تحت الشجرة، تحت الصنوبر موجودة لافتة فيها، ها تشوفون يسار تحت فوق يمين، يسار تحت فوق يمين، يسار تحت فوق يمين، هكذا شباب فتحناه نايس أخيرا، ختمنا اللعبة شباب نايس. طبعا فيها أجزاء أخرى شباب، إذا أعجبتكم والله لأنزل لكم الأجزاء الأخرى. المهم إذا أعجبكم الفيديو شباب لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ويلا مع السلامة.